بالعودة إلى التطورات الأمنية ينضم إلينا الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي. مرحبا بك أستاذ سرمد. يعني مرة أخرى تعود الاستهدافات العسكرية سواء المطار بغداد قاعدة فيكتوريا أو قاعدة بلد الجوية اللي تضم عسكريين أمريكيين، إلى أين يتجه هذا المشهد برأيك وهذا التطور الخطير؟ يعني للأسف العطافة اللي حصلت يوم أمس ربما كانت العطافة الأهم هي قصف قاعدة بلد، لأنه المفروض وحسب ما ذكرنا سابقا بعد خروج لوكيد مارتن تم اتفاقات مبطنة بعدم استهداف قاعدة بلد الجوية على اعتبار أنه لا يوجد فيها أي عسكري من قوات التحالف، وهذا ما رأيناه نحن بعم عيوننا أنه الموجودة هي شركات مدنية فقط، لوكيد مارتن، سبارتان، سالي بورت، وشركة آيرو التشيكية يعني، وهذه شركات مجرد للصيانة والتدريب والتأهيل والاستشارة بالنسبة إلى طائرات سيزنا كارافان وال 159 والاف 16. لكن فوجئنا يوم أمس بهذا الاستهداف على الرغم من أن هنالك تعويضات أمنية كبيرة من الجهتين، من جهة ضفتين نهر باتجاه الخالص، ولا حقيقة لحد الآن لم يعلن أي طرف أو فصيل أو أي جهة تعلن عن مسؤوليات عن هذا الموضوع. التطور الآخر الذي لا يقل خطورة عن تطور قاعدة بلد هو قصف الطائرات المسيرة المفخخة. طائرات مسيرة كانت مفخخة يوم أمس ضربت مطار فيكتوريا، تم إسقاط واحدة والاثنان أعتقد يعني كانت أهدافها قد تكون في جملون أو في يعني لحد الآن لا توجد خسائر في هذا الموضوع، لكن يعني الرسالة واضحة، رسالة خطيرة جدا للمجتمع الدولي. يعني اليوم التحالف أيضا يعني علق وعلقوا الكثير بأنه هذا يقوض هيبة الدولة، يقوض سياسة الدولة، يقوض التطورات اللي تحصل بالبلد. يعني لا أعرف إلى أين يريدون أن يذهبوا بالعراق يعني خصوصا يعني وأن هناك مخاوف. أستاذ سرمد، يعني كيف ترى المخاوف من إمكانية رد؟ يعني البنتاغون يتحدث أن بايدن كان على مسافة خطوة واحدة من رد عسكري شبيه برد ترامب لكنه تراجع. ما يعني أنا لا أرى ردا في الأفق. الديمقراطيين معروفة سياستهم، لا بل قد يكون الرد أنه قد ينسحبون من العراق وقد يسببون ضررا كبيرا، لأنه إحنا سلاحنا الكل يعرف بأنه سلاح غربي أصبح بعد 2003 و80% سلاح أمريكي. خلينا نكون واضحين، سواء طائرات أو دبابات أو عجلات أو مدافع أو حتى بنادق. طيب هذا الموضوع يعني ما أعرف اللي ينفذ مثل هذه العمليات، هل جلس وعرف أنه كيف راح يحل مشكلة هذه اللي يحتاج لها العتاد الصيانة، كيف راح يحلها يعني واضح. وخاصة العتاد خصوصاً وأنه ربما يؤثر على الأسلحة الغربية دائما تحتاج يعني. طيب احنا ما احنا قبل اربعة ايام كانت هنالك اللجنة الفنية واتفقوا بعد شهر ايضا يجتمعون من اجل سحب كل القوات البرية ومن اجل بقاء مستشارين ومدربين. يعني ليس من السهولة انه فورا يطلعون من البلد. بعدين هذا الموضوع هم اجابوا بانه قالوا نحن من دعانا الحكومة العراقية. اي طيب احنا ليس من المعقول انه هذه اكو امور اعادة انتشار خارج البلد، هم لهم رؤيتهم الخاصة. ما يصير يعني ما يجوز احنا عسكريا مهنيا ما يجوز نضغط على قطاعات معينة هي ليست قطاعاتنا ان ينتقلون فورا او يخرجون. قد يكون عندهم اسلحة من الصعب تفكيكها، هم منصات الباتريوت، اذا ارادوا ينقلوها ويفككوها مثلا قسم منها يا اخي طول شهر او شهرين الى ان يفكوها. لذلك الموضوع صعب. بعدين يعني انت الكل يعلم، الكل يعلم، ومن لا يريد ومن لا يعلم فهذا هو لا يريد ان يعلم. اغلب القصف على اغلب الدعم الجوي هو دعم قوات التحالف. اغلب الدعم، لا بل اقول لك يمكن 85% من الدعم هو دعم قوات التحالف. يعني هذه معروفه وماكو شيء مخفي، واللي يحاول ان ينكر هذا الموضوع خليه يطلع على بيانات الخليه او بيانات جهاز مكافحه الارهاب. طيب
وراح يعرف انه اغلب بعدين اذا هم يريدون يساعدونا بالدعم الجوي ليش احنا نستهلك طائراتنا بهذا الموضوع مع العلم انه يعني احنا ما عندنا ذيك الامكانيه القويه في هذا الموضوع يعني هو سرب طائرات F-16 سيخوي قديمه يعني معروفه. نعم اتضحت الفكره. الاستاذ سرمد البياتي الخبير الامني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.